الكنيسة المصرية في المهجر مؤسسة مستقرة، وبرضو هستعير تعبير قداستك، تعرف يعني الأشخاص المنتمين إليها، تعرفهم معرفة شخصية. وبالتأكيد القضية شائكة زي قضية المثلية طرحت مواجهتها كمان. هل ده اتكلمنا فيه ولا دينا الأمور المسؤول عنها؟ لا، ده احنا عملنا برامج في الحضانة للسنة. في الحضانات عشان نوعيهم يوم ما يسمع تعبير الجنسية المثلية أو ما شابه ذلك وهو في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، يبقى محصن وعارف إن ده مرفوض وإن مش ده الوضع الطبيعي، وإن ده ضد الكتاب المقدس وضد إرادة الله اللي خلق آدم وحواء. حلو ده قوي. ده للمهجر بس ولا للمهجر والداخل؟ لا، الحقيقة بعملها في المهجر. يعني التوعية ده ابتدت في المهجر، ابتدت في أماكن كتيرة. نشكر ربنا مجتمعاتنا محفوظة لغاية النهاردة.